السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البث الهام، يعني على الأقل من وجهة نظري هو هام كده. وهو كما في العنوان: إسرائيل تعفي دولة يوليو من منصبها. هل هتعمل لها حفلة تكريم ولا هتقلها بشكل سخيف خائن، ولا تشكرها ولا تشكر دولة يوليو على كل ما فعلته لها؟ فلولا دولة يوليو لم تكن إسرائيل لا توجد بهذا الوضع أبدا يعني. وقبل ما نخش نتكلم، عشان محدش يفتكر ان هي استنتاجات او فلسفة او كراهية في دولة العسكر المجيدة وكده، تعالوا نسترجع ما نعرفه جميعا وبعضنا عاشه، على الأقل كلنا عشنا أجزاء منه. ماذا حدث؟ تعالوا نسترجع نشوف إيه اللي بيحصل، لأن ما يحدث الآن هو تغير دراماتيكي مش عارف هنقدر والله نلحقه ولا لا. زي ما كل حاجة بنقول مش عارف هنقدر نلحقه ولا لا. اتكلمنا عن النيل، مش عارف هنقدر نلحقها ولا لا. اتكلمنا على الديكتاتورية، مش عارف. اتكلمنا على الاقتصاد، مش عارف كده وكذا. ويعني حضراتكم تتحملوا جزء كبير، لان التحليل، تحليل الامور والكلام المسلي يعني كويس وجميل، لكن بلا خطة حقيقية ملوش قيمة. فتعالوا نسترجع ايه اللي حصل. ان احنا كان عندنا دولة تم احتلالها عسكريا سنة 1882، والوضع السياسي بتاعها من المحتل قال انا مش محتل الدولة ولا حاجة، ده انا حطيتها تحت الحماية بتاعتي بس، وهي لسه اسرة محمد علي بتحكمها تحت سلطة الدولة العثمانية، عشان ما حدش فيهم يتشاق. وقلنا ان هي اللي عملت الجيش المصري اللي هو كان اسمه الجيش المصري تحت سيطرة السلطان العثماني، لحد لما قامت الحرب العالمية الاولى. فالسلطان العثماني، الدولة العثمانية كانت في قتال مع بريطانيا العظمى، فحبوا يستخدموا الجيش بتاعهم اللي هو المفروض الجيش بتاعهم يعني اللي هو الجيش المصري. فبريطانيا يعني ابتسمت كده وقالت له ده انت راجل عبيط قوي، يعني هو عشان اسمه الجيش المصري بقى مصري فعلا؟ انا دايما اقول البق ده، يعني مثلا لو واحد اسمه كريم لازم يبقى كريم فعلا؟ طب يعني واحد اسمه السيسي هل بيتركب؟ ده بيتركب فعلا. والجيش المصري مش بس ما قطعش اوامر السلطان، لا ده حارب تحت رايه الدولة البريطانية، وكانت التجريدة المصرية اللي كان ليها الدور الأكبر في إجلاء الدولة العثمانية ووقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني وتحت الاحتلال البريطاني، ممهدا بعد سنتين ثلاثة إلى وعد بلفور. طيب بعد كده خاضت مصر حرب شرسة من أجل استقلالها، لأن هي وعدت بكده في الحرب العالمية الأولى فيما عرف باسم الثورة العربية. احنا كل 100 سنة يعملوا لنا ثورة. تمخضت هذه الجهود وثورة 19 إلى إعلان لندن، وهو إعلان استقلال مصر من جانب واحد اللي هو لندن تحت أربع شروط. كان لها شروط لندن، خلاص احنا مش محتلينكم خلاص فأنتوا ضلوا مستقلين. بس كان في أربع شروط اللي هو ثكنات وقناة السويس، ويعني كان احتلال، كان يعني استقلال منقوص جدا. المظاهرات استمرت والكفاح، والكفاح حقيقي اسفر عن معاهدة اسمها معاهدة 36، لان بريطانيا ادركت ان مسألة الحرب العالمية الثانية على وشك ان هي تحدث، فقالت لك مش عاوزة قلق، فراحت رتبت مع مصر وقالت لها احنا هنعمل مع بعض معاهدة، لو قامت الحرب احنا هنستخدم كل موانيك وهنستخدم الجيش المصري هو بتاعهم فعلا يعني. وفي الاخر خالص يعني كان لها مساعدة في اثناء الحرب. والاربع شروط اللي انتم زعلانين منهم دول هنحاول نحلهم، وبعد 20 سنة
خد بالك بقى، لو لقينا الجيش قادر يحمي قناة السويس اللي هي قناة السويس كانت الذريعة لبقائهم، هناخد بعضنا ونمشي. مصر عملت اللي عليها والحرب انتهت، ومصر دي الفترة اللي مصر يعني كانت مديونة ليها بيها بريطانيا نظير المساعدات، وما كانش فيه اقتصاد، وخرجت دول الحرب العالمية الثانية غير صالحة لقتال، لغير صالحة من الحرب العالمية الثانية، خلاص بقى كله اتبهدل اتشلفط يعني. سنة 52 طلع النحاس باشا يقول من أجل مصر وقعت معاهدة 36، ومن أجل مصر أقوم بإلغائها. طب ليه يا عم خالد دي الحرب خلصت 45؟ لا ما هو بعديها قعدوا في فوضات، وبعد كده قامت مأساة فلسطين 48 بعديها يعني، فهو لغاها 51. تاني يوم من إلغائها أصبحت طبعا بريطانيا دولة محتلة كما يقول إعلان الاستقلال 1923. فبدأت المقاومة الشعبية واللي كان فيها ممثلة في جميع الطوائف، وكان فعلا على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، وإن كان الجميع تشرد. طبعا النحاس باشا كان حزب الوفد وكان مشكل الحكومة في الفترة دي، فوزير الداخلية كان فؤاد سراج الدين، ودي كلها مواقف بطولية طبعا يعني. أعلن ان هو يعني ما اعلنش، هو ادى اوامر للشرطه ان هي تساعد الفدائيين، مما اسفر عن مذبحه شهداء الشرطه 25 يناير 1952. شايف التاريخ بيفكرك بحاجه؟ طيب تحولت الشرطه بعد هذه المذبحه الى عامل قلق شديد وخطوره شديده على الاحتلال، لان هي اللي كان منوط بيها ان هي تدافع وتهاجم الثوار، فتحولت الشرطة الى دعم للثوار، وفي بعض الحالات الموثقة كانت الشرطة بتنزل في مظاهرات طالب بالاستقلال وتحمي الثوار بسلاحها. فاصبح الموضوع موضوع وقت، بلد لسه طالعة طبعا من الحرب، وكان ابتدى يظهر دولة كبيرة عاوزة تفرض سيطرتها اللي هي دولة امريكا. فجأة كده الجيش عمل، الجيش كان رائد بقى، بص الجيش رائد من ساعة 1914 راح حارب مع الانجليز وخلاص، لا شفنا ام في حرب 19 ولا في 36 ولا في الاستقلال ولا في ميتين ام حاجة خالص. فجأة قال لك البلد بتبوظ يا جماعة، احنا لازم ايه نحرر، نحرر البلد. فتحول الجيش اللي هو جيش قاعد احنا مخليينه الى المرحلة الاخرى اللي هي بتاعة ان الجيش هيحكم. دي المرحلة الاولى اللي هي جيش بيعد بيبقى قوي كده. لما الجيش عمل انقلاب 52 تحولت الدولة من دولة، من دولة مؤسسات فعلا الى حد كبير. الجيش ما كانش له اي سيطرة عليها خالص. الناس كانت بتنتخب يعني، الحكومات كانت بتنتخب، حتى لما كانوا بيعملوا الافلام المصرية اللي هي لتشويه فترة الملكية وكده، كان لما يجي يشتموهم يقول لك ايه ده، كل همه ان هو ينجح في الانتخابات. طبعا ده بالنسبه لنا امل ان حد ينجح في الانتخابات، يقول لك ده بيعمل كل الكلام ده عشان يكسب اصوات. كان في دوله، كان في مؤسسات، كان في صحافه، كان في مجلس نواب، كان في ناس بتنجح، كان في ناس بتصعب. مرحله عبد الناصر الاولى كانت ان الدوله دي تقع تحت سيطره الجيش بالكامل، ان انت بتحول دوله من دوله، طبعا اللي كان ليها عيوب كتير، والملك يعني اكيد كان ليه عيوب، وكل الكلام ده موجود زي دول كتير، لكن هي فعلا كانت دوله مؤسسات الى حد كبير يعني. علاوه ان هي كانت محتله يعني، فاهم ازاي؟ يعني يعني الانجليز مثلا حصروا اصل الملك في وقت من الاوقات لما اقال النحاس في وسط الحرب العالميه الثانيه، قالوا له مش وقته، مش احنا مش عاوزين حد، مش عاوزين نسمع حس في مصر. تحولت مرارا، ابتدى بقى تقع المؤسسات تباعا تباعا تباعا، لحد ما اصبح الجيش غارز مخالبه في كل نقطه في كل بقعه من بقاع البلد. اصبح الجيش ماسك مفاصل البلد كده. لو حد يا جماعه شايف ان انا والله يعني بقول حاجه غلط يقول لي، والله يعني يقول لي في التعليقات، لكن يا ريت ما يكونش استساوي عشان ما يعني ما اهينوش. والله ما اهينوش. دخلنا مرحله
السادات دخلنا في المرحلة الثانية. طبعا عبد الناصر في حاجتين لازم نحطها في الاعتبار، مش يعني تتهم ما تتهمش، مش دي القضية. عبد الناصر كان عايش في عاش فترة من حياته في حارة اليهود. فأنت عندك اثنين من حكام ثورة يوليو، اثنين من أربعة كانوا عايشين في حارة اليهود. فبالمنطق كده كأن مصر فيها أربع شوارع. لا، كأن مصر فيها شارعين. الله، يعني من وسط 890 مليون حارة في مصر وشارع ومدان، اتنين جم من حارة واحدة. صدفة، صدفة بصراحة. دولة يوليو دي كلها صدف. مش هنخوض في حرب أكتوبر. كل اللي أقوله إن هي الشهداء والأبطال وكده على راسي من فوق. لكن تعالوا نتكلم فترة السادات عشان ما ندخلش على حرب أكتوبر، نتكلم على موضوع السلام، معاهدة السلام. إحنا فجأة صدر قرار من واحد قال لك احنا مش هنحارب، مع خلاص احنا هنعمل سلام. يا عم طب وانا خالي وعمي ومش عارف ايه وكده والناس اللي معايا؟ مفيش، انا خلاص انا شفت لا اريكم الا ما ارى، حكم عسكري يعني، وانا رايح اسرائيل. ما اتبعوا ذلك من، طبعا احنا دلوقتي بنتريق على آل سلول وعلى بنات زايد وعلى ما، بس احنا اللي بدينا، احنا اللي بدينا. احنا اول حد، ما كانش في واحد عربي يجرؤ ان يقول ان انا قابلت واحد مسؤول من اسرائيل عند كشك سجاير. احنا قلنا هنروح، كان كل المطلوب منه بس معاهدة السلام وخلاص، ومرحلة السادات خلصت بعد معاهدة السلام وتم التخلص من السادات. دي كانت المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة كانت مهمة جدا، اللي هي مرحلة مبارك، وهي تحويل كل مؤسسات الدولة من ان هي خلاص تبع الجيش طبعا من الى موظفين، بما فيها المعارضة، بما فيها الجماعات المعارضة، بما فيها جماعة الاخوان المسلمين، بما فيها الاحزاب الكرتونية، كلهم بقوا موظفين. يعني الفكر الثوري اندثرت، يعني او الفكر الثوري الحقيقي. يعني حتى لما جينا، يعني مفروض ثورة يناير احنا كشعب نزلنا بثورية وبفداء وبوطن، لكن يعني الجيش كان متحكم في كل حاجة. أثناء ذلك دولة يوليو حافظت على إنشاء دولة إسرائيل، حافظت على مستوى تسليح. يعني أنت الناس دلوقتي بتفكر بتقول إيه، غزة بقالهم كم سنة، يعني داخلين على يمكن 8 أشهر، أكتر من 8 أشهر، ولحد دلوقتي بيلحقوا بيهم يوميا، واحنا خسائر فادحه، واحنا سينا اتخذت مننا في 6 ساعات. يعني ايه اتخذت؟ يقول لك طب ما هو غزه ومواصلين في كل حته. بس احنا سينا بعد 6 ساعات ما كانش في اي مقاومه خالص، ما فيش عسكري اسرائيلي اتضرب، اتجرح. لكن انت كل يوم في غزه من غير جيش، وانت جيشك اللي هو اللي فدي خلاص وصلنا لمرحلة ان نهينا على المؤسسات، المؤسسات تحت ايد جيش، الجيش ده بيدار افراده كالمعيز، اتنين تلاتة بيديروا الجيش وكده، والجيش تحت حكم الحاكم اللي اسرائيل جابت واحد اسرائيل. اسرائيل تقتنع تقول طب كويس؟ لا، لان الجيش في حد ذاته كيان قوي، والكيان القوي ده مهدد، مهدد لإسرائيل، لأن ممكن هو ليه مطالب، وممكن استمالته من أطراف أخرى، ممكن قوى صاعدة. يبقى حان الوقت لإنهاء دولة يوليو. فابتدى طبعا السيسي يعني يبتزل صورة الجيش ومعنى الجيش، ابتدى يعمل مشروعات كتير جدا جدا، اللي هي بياخد قوت الناس من الشعب ويديه للجيش. وطبعا قيادات الجيش كلهم، يعني انا خايف بس البس ما يجيش، يعني مامتهم جابتهم بالحرام، ابناء زنا. فطبعا الكلام ده كان بالنسبه لهم كويس، واحنا حذرناهم والله، لكن هم مطمنين احنا الجيش واحنا مش عارف ايه واحنا ايه واحنا ايه. مع ظهور الميليشيات بتاعت العرجاني،
تطور الموضوع قوي. يعني هو الجيش كان بيتخانق مع السيسي مره واتنين، مش بيتخانق يعني، كان مختلف معاه ويهدده بان احنا هننزل نعمل لك انقلاب فهننزل ناس. طب ما انتوا هتتضرروا يا جيش لو حصل ثوره. لا ما مش ثوره ولا حاجه، احنا هننزل ناس تهتف وتقول ارحل ارحل، فاحنا هنستجيب لاراده الناس وهنمشي الناس يوم ما احنا عاوزين، وهنمشي الناس زي ما احنا عاوزين. ف ابتدت الميليشيات تطور بقى الموضوع جدا جدا بعد موضوع الميليشيات، وابتدى يحصل دعوات الى ثورات قد تؤدي الى انقلاب حقيقي. حس السيسي بالخطوره فعمل ايه؟ انا بصراحه يا جماعه مش عاوز ازود عن كده عشان نفسي، يعني ممكن نخلي ده الجزء الثاني لان كده 15 دقيقه كتير قوي قوي، واسف وعارف والله ان النت بايظ والكهرباء بايظه، فهنقول ازاي السيسي عملها لان في تفاصيل كتير على فكره. يعني انا ممكن يجي لي تسريبات، انا مش قليل، انا جالي بعض المعلومات يعني، واعتبرت وصول المعلومات ليا بادره خير يعني، ابتدوا يحسوا فعلا. انا والله قلت لهم كتير، انا اسف يعني، قلت لهم هديكوا على قفاكوا، هيديكوا على قفاكوا كتير. فيعني يعني هي مش معلومات سريه ولا حاجه. نبتدي في الحلقه الجايه نشوف ازاي قدر السيسي يدي الجيش كتف قانوني تمهيدا لوضعه جميعا تحت حذاء محمود السيسي، ونشوفكم على خير ان شاء الله.